بعض الناس قد يتساهل في ما يتعلق بالعزل بحيث يخالط المصابين ويذكر أنه صاحب بدن قوي وأنه سيحمى بإذن الله عز وجل من مثل هذا المرض، فيقال له اتق الله في نفسك ولا تريدها المهالك، وتذكر قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكذلك تذكر أنه وإن لم يكن لك تأثر بالمرض فقد تنقله إلى غيرك، وبالتالي يكون هذا من أسباب إلقائك لأسباب الموت بين الناس، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهكذا عليك أن تتقرب إلى الله عز وجل بالالتزام بتعليمات العزل حتى ولو كان مع القرابة من الأبناء أو الآباء والأمهات، وعليك باتخاذ جميع إجراءات الوقاية حتى تكون بذلك ممن تقربت إلى الله بوقاية نفسك وبعدم جعلها سببا لنقل هذا المرض والوباء، وتقربت إلى الله جل وعلا بالسمع والطاعة لأصحاب الولاية الذين يريدون الخير لك ويسعون في وقايتك ووقاية مجتمعك من هذه الأمراض والأوبئة.